ارتفاع أسعار كراء السيارات، هذه مبررات المهنيين. اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار كراء السيارات مع تسجيل نقص كبير في العرض المقدم هذه السنة، فكيف يبرر المهنيون هذه المستجدات؟ وهل تساهم هذه الدينامية في إنعاش هذا القطاع الذي لا زال يعاني من تداعيات الجائحة؟ عرفت أسعار كراء السيارات بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال فترة الصيف هذه السنة، فقط السعر العادي بحوالي 50%، إضافة إلى وضع بعض الوكالات شروطا خاصة، منها عدم كراء السيارة لمدة تقل عن أسبوع، إضافة إلى تسجيل نقص كبير في عدد السيارات المعروضة للكراء. قال عبد الله أشنان رئيس جمعية اتحاد أرباب وكالة تأجير السيارات بالمغرب إن القطاع يشهد حركية كبيرة مؤخرا لعدة عوامل، منها مناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية، إضافة إلى دخول مغاربة العالم. يأتي هذا بعد أن تكبد المهنيون خسائر فادحة خلال السنتين السابقتين بفعل تداعيات الأزمة الوبائية.